أرقام الحقيقة بتعكس يعني إيه اقتصاديات كرة القدم. متوسط تقريبا 4 مليار دولار هو دخل الاتحاد الأوروبي من كرة القدم في السنوات الأخيرة، وده يقول لحضرتك يعني إيه اتحاد قائم على لعبة يقدر يطور المنظومة ويقدر يستفيد من إمكانياته عشان يخدم اللعبة دي بشكل كبير جدا. تجربة نتمنى إنها ينظر ليها بعين الاعتبار. الحقيقة يمكن كان خارج كل التوقعات الكلام على المنتخب المجري اللي وقع في مجموعة نارية، ورغم كده قدم أداء احترمه واشاد بيه العالم كله. هنتكلم اكتر على المنتخب المجري، وهنتكلم كمان على المنتخب الايطالي لانه الحقيقه ضفنا فيه السادسه بيجمع بين الاثنين. الايطالي ماركو روسي المدير الفني لمنتخب المجر هو ضفنا فيه السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا بدايه اهلا بيك على شاشه النادي الاهلي، وبشكرك على وجودك معنا في السادسه. مساء الخير على الجميع، شكرا لكم. بداية الحقيقة كانت إشادة كبيرة جدا بالمستويات اللي قدمها المنتخب المجري في بطولة اليورو، وفي بعض يعني المناسبات كان بيتقال إنه كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لولا طبعا تعادل ألمانيا معاه في المباراة الأخيرة. خليني أعرف منك، هل كنت متوقع إنك أنت وأنت بتشارك في اليورو في مجموعة نارية انك انت تواصل مشوار او تتاهل عن المجموعه، ولا كان الخروج من دور المجموعات امر منطقي بالنسبه لك؟ في طبيعه الامر يجب ان اكون صريحا معكم في هذا الامر. عندما شاهدت الكره كان بالامر بالنسبه صعبة لي وصعب لجميع جماهير المجر الوقوع في مجموعه الموت مع فرنسا وألمانيا والبرتغال، ليس بالأمر السهل، لكن كانت لدي أحلام وقد قدمت أداء جيد كما رأى الجميع من منتخب المجر. الحظ لم يحالفنا في بعض الأوقات، قدمنا مباراة رائعة أمام البرتغال ولكن في آخر مباراة البرتغال قابلنا 3 أهداف من منتخب البرتغال الذي يظهر قوته في آخر الأمر، وكانت مباراة البرتغال صعبة جدا لي. بمناسبة مباراة البرتغال، خليني أقف مع الماتش ده تحديدا، لأنه يمكن كان في لقطة فيها يمكن شغلت العالم كله والعالم كله اتكلم عليها، وأنت شخصيا كان ليك تويت على موقف كريستيانو رونالدو أو لقطة كريستيانو رونالدو بعد تسجيله لهدف من ركلة جزاء. ايه القصه وايه الحكايه، وهل بتشوف ان الموضوع خد اكبر من حجمه ولا محتاج رد او تعليق منك شخصيا؟ في بدايه الامر اريد ان اقول شيئا، اما انا ليس شيء امام كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو اسطوره في عالم كره القدم ولديه تاريخ كبير، يجب ان اكون متواضعا عندما تتم مقارنتي بكريستيانو رونالدو، ولكن اذا ما تحدثنا عن الحدث الذي حدث بعد تسجيل كريستيانو رونالدو لضربه الجزاء، الشيء الذي احزنني هو المبالغه في الاحتفال من كريستيانو رونالدو الذي ذهب الى جماهير المجر ولم يراعي شعور الجماهير التي كانت موجوده في المدرجات. هذا ما أزعجني وأزعج جماهير المجر الذي رأينا أنهم تعاملوا بالطريقة السيئة مع كريستيانو رونالدو بعد رشقه بالزجاجات، لكن الجميع يقول أني قد سخرت من كريستيانو رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي. الأمر كان من أجل أخذ تعاطف جماهير المجر ومن أجل الرد على كريستيانو رونالدو ليعلم حجم الخطأ الذي فعله أمام جماهير المجر. في نهاية الأمر هذه كرة القدم، هناك فائز وهناك خاسر، لكن في كرة القدم الاحترام يجب أن يسود اللعبة ويجب أن يسود اللاعبين. مهما كان الاسم واللاعب والأسطورة يجب أن يحترم الجماهير الأخرى، وهذا ما حدث مع كريستيانو رونالدو، لكن كريستيانو يبقى أسطورة. أتفق معك تماما، النجومية تعقبها أو تتبعها مسؤولية على كل حد أنه هو يقدرها تماما. أنت نجم كبير وأنت مؤثر في العالم كله، وتصرفاتك دايما تحت المنظار. بس خليني أروح لنتائج المجر قبل ما تطرق أو أفتح ملف منتخب إيطاليا، اللي بالمناسبة طبعا ببارك لك على وصوله المباراة النهائية. النتائج اللي اتحققت قدام تحديدا فرنسا
والمانيا كانت مفاجاه، لان احنا بنتكلم على اثنين من اكبر المنتخبات واثنين من المنتخبات المرشحه. هل تعتقد انه منتخب المجر لو كان وقع في مجموعه ثانيه كان ممكن يبقى عنده فرص انه يحقق مفاجات زي ما قدر مثلا منتخب الدنمارك يوصل للدور قبل النهائي، او زي ما قدر منتخب سويسرا انه يتجاوز المرشح الاول منتخب فرنسا؟ ما difficile dirlo perché come هذا الامر صعب جدا، وانتم تعلمون الامر جيد جدا، جميع المباريات صعبه، لا يوجد هناك مباراة سهلة ومباراة صعبة. الأمر لا يتعلق بال أن تقع في مجموعة الموت، أن تقع في مجموعة صعبة أو أن تقع في مجموعة سهلة. لكن قلت لك عندما أوقعتنا القرعة في مجموعة الموت الأمر كان بالنسبة لنا أكثر من تحدي، وكنا ننتظر الكثير رغم صعوبة المباراة. لكن بالطبع ليس من السهل اللعب أمام فرنسا والبرتغال وألمانيا، لكن إذا وقعت المجر في مجموعة أكثر سهولة كنا سنذهب إلى الأدوار الإقصائية على الأقل. هل تعتقد أن بطولة يورو 2020 هي بطولة المفاجآت؟ كل المنتخبات الكبيرة خرجت باستثناء إيطاليا وإنجلترا، هل ده كان أمر متوقع على الأقل بالنسبة لك؟ بالطبع كانت هناك بعض المفاجآت. بالنسبة لي خروج فرنسا كان أقوى مفاجأة لم أتوقعها ولم أنتظرها. المنتخب الفرنسي كان من أقوى الفرق المرشحة بالبطولة. ألمانيا كانت لم تقدم المستوى الكبير الذي ينتظره منه الألمان، وعندما لعبت أمامهم كنت على مستوى أكثر منهم، لكن خروج فرنسا أكبر مفاجأة لي. إزاي بتشوف تأهل إيطاليا للمباراة النهائية رغم أن يمكن هي قدمت أضعف عروضها في البطولة أمام المنتخب الأسباني، لكن استطاعت كتيبة روبرتو مانسيني أنها توصل للمباراة النهائية. بتشوف الإنجاز ده إزاي؟ وبتشوف فرص إيطاليا في تحقيق اللقب والتتويج به بصرف النظر عن إذا ما كان المنافس إنجلترا أو الدنمارك؟ إيطاليا بالأمس لعبت أصعب مباراة لها في بطولة الأمم الأوروبية أمام منتخب بعظمة المنتخب الأسباني والتيكي تاكا الأسبانية. الجميع يجب أن يعلم شيئا هاما جدا، منتخب الأسباني أقوى فريق يستطيع السيطرة والهيمنة على الكرة، وذلك ما رأيناه بالأمس أمام منتخب إيطاليا الذي يعتبر أقوى فريق في البطولة. وذلك يجب أن يعلم الجميع أن انتصار إيطاليا بالأمس كان بالنسبة لنا وإحنا نشاهد المباراة كان مفاجأة، لأن إيطاليا بالأمس لم تقدم الأداء المنتظر منها. إيطاليا كان لديها بعض الهيبة من أسبانيا، وهذا ما جعل إيطاليا تظهر بهذا المستوى السيء. لكن دعني أقول لك شيئا هاما جدا، هناك مباريات تكسب ولا تلعب. واحدة من هذه المباريات التي رأيناها بالأمس أمام المنتخب الأسباني. الآن الكل يتحدث عن إيطاليا في النهائي، لن يقولون إيطاليا لعبت سيئا وأسبانيا لعبت الأفضل، لكن الآن نحن في الفاينل في المباراة النهائية وأسبانيا ودعت البطولة. أسبانيا كانت تستحق الفوز، يجب أن أكون صريحا معك، لكن إيطاليا في الفاينل وهذا الأهم. ومين تفضل انه يكون الطرف الثاني في مواجهه ايطاليا في نهائي بطوله اوروبا، انجلترا ام الدنمارك؟ سؤال، انا اتمنى ان تفوز الدنمارك. الدنمارك ستكون اسهل لنا من انجلترا لعوامل كثيره، المباراه ستكون على ملعب ويمبلي والجماهير الانجليزيه سيغزون الملعب، وانت تعلم التاريخ بين ايطاليا وانجلترا. الدنمارك ستكون اسهل لنا، افضل الدنمارك واتمنى ان نواجه الدنمارك في المباراه النهائيه. مواجهة إنجلترا ستكون صعبة لعوامل عديدة. إذا كتبت لكتيبة المجر النجاح وكانت وصلت في المباراة النهائية لمواجهة إيطاليا، يعني كنت هتشجع مين؟ أو أنت شخصيا كان هيبقى قلبك وعقلك مع مين في مباراة نهائي بطولة أوروبا بتجمع بين المجر وإيطاليا؟
La cosa Ya la un سؤال di sicuro بالطبع l'unico allenatore che canterebbe due inni سأكون المدرب الوحيد في العالم الذي سيغني نشيدين النشيد الوطني لمنتخب بلادي إيطاليا ومنتخب المجر من أجل احترام الجماهير التي وضعت ثقتها بي كنت سأكون في موقف صعب جدا أشكر الإله الذي لم يسنح لي بهذه الفرصة لأني في الأول وفي الآخر الأمر أنا إيطالي الدم والروح والعقل الموقف كان صعب جدا لكن أحترم المجر وشعب المجر وجماهير المجر أنت لا تعلم المعاملة التي يتلقاها هناك بمناسبة وجودك على شاشة النادي الأهلي والنادي الأهلي مقبل على مباراة يمكن الأهم في الموسم الحالي هي مباراة نهائي بطولة دوري الأبطال اللي هو بالمناسبة في نفس الوقت حامل اللقب يعني مدى معرفتك بالكرة المصرية والنادي الأهلي بشكل خاص الأهلي بالطبع فريق معروف ومشهور في أوروبا يجب أن نقول أنه الفريق الأشهر في العالم العربي وقارة أفريقيا الأهلي لديه 9 ألقاب أفريقية للشامبيونز ليج ولديه العديد من البطولات المحلية المصرية الفريق الثاني تتويجا بالبطولات في العالم بعد ريال مدريد الأهلي هذا العام سيلعب يوم 17 من يوليو أمام سود أفريقيا أتمنى أن الأهلي سيقوم بعمل سيناريو كما رأيناه العام القادم القادم ممكن وأتمنى أن يسجل الأهلي في نفس السهولة ونفس السيناريو الذي صنعه أفشا ليس صعب تشجيع فريق بعظمة النادي الأهلي الأهلي هو الأعظم في العالم العربي أنا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى الحقيقة التوفيق لمنتخب إيطاليا اللي بالمناسبة ليه مشجعين كتير جدا في مصر شكرا ماركو روسي المدير الفني لمنتخب المجر على وجودك معنا على شاشة النادي الأهلي والحقيقة يمكن معلومات كثيرة جدا عن النادي الأهلي أنا شخصيا ما كنتش أعرف أنك أنت تعرفها لكن واضح حجم المتابعة ويهمني الحقيقة التركيز على نقطة مباريات تكسب ولا تلعب سمعتوها فين قبل كده خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم بالتفصيل عن اليورو ونتكلم كمان عن المواجهة المنتظرة النهاردة اللي هتجمع ما بين الدنمارك وإنجلترا بس بعد الفاصل